نبص على مقاديرنا بقى. ادي بصل مع التوم. عايز اعمل محشي غير تقليدي. ادي فلفل اسود، جوز الطيب، كزبره ناشفه، كمون، بهارات محشي، قرفه ناعمه، نعناع ناعم او نعناع مفروم او ناشف، زعتر، توابل، زعتر فريش او روزماري، شويه شطه، ادي ملح، عندي بقدونس، شبت، كزبره خضراء. النعناع بقى بتاعي لازم اكسره، عندي نعناع ناشف ونعناع اخضر، بحبش زي ما انا عايز. ادي النعناع الاخضر هنكسره بس مش هنفرمه قوي يعني. صل على النبي، حلو قوي كده. الله الله، الريحه جايه هايله هايله. يبقى كده حضراتكم دي ايه، بدايه التحابيش، بدايه التحابيش. نرجع تاني، عندي طماطم بوريه، طماطم بوريه اهي اللي هو معجون الطماطم. بعد كده عندي طماطم فريش، ادي الطماطم بتاعتي كده، ده الرز بتاعي. شفتوا عملنا ايه؟ اول حاجه هنقول نجيب دي كده، ادي شويه كرفس، ادي شويه بصل، شوية طماطم، جميل، بصل وطماطم، ادي مكعبين مرق كده اهو، وادي كمان جزراية. الحاجة الوحيدة اللي بعمل لها حساب، بعمل لها حساب قوي 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 يعني، حلة ورق العنب. هعمل ايه؟ هرص كده لان هقلبها ولازم يبقى شكلها عاطفي وسياحي كده، عشان بس المخرج ما زعلش مني. ورق العنب فيه ناحيتين، ناحيه بتلمع وناحيه مطفيه كده. بنخلي الناحيه الناعمه في الارض او على الترابيزه او على الطبليه، والخشنه في وشي اهي. هنجيب واحدة كده معمولة عكس دي، العكس اهي. خلي بالك معايا، ادي حبة رز، ادي حبة رز، حبة رز، حبة رز، حبة رز، حبة رز، تمام كده يا باشا. دي اللي هي معمولة عكسي، اما اجي اعمل كده اهو عملت ازاي؟ تاني يا عم محمد اهي، دي معمولة عكس. اجي الف كده اهو واروح لافف كده اهو، شفت فردت ازاي؟ ولا شعوذه. تعالى بقى نشوف التانية، دي اللي احنا عملناها عكس اهي. اروح عامل كده اهو، كده اهو، كده ولافف، عملت ازاي؟ واحده تانية.